السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم. منظر شفوته ويكا متعدي أنا والمدام تاع البنوتة، كنا نقضيه شوبينج وكذا، حتى قالت لي تفرج فيش قاعدين يبنيوا هنا. احنا في ألمانيا، بالطبع في ألمانيا في هسن في ليمبورغ تحديدا. اليوم واحد فيفري 2020. مش ما نطولش عليكم فيديو، ما نعرفش اسكو الو هاي سلام. نخليكم يلزم التصويره تاعك تعبر على روحها كومي الفو، خاطر شفنا المنظر احنا من غاديك، شفنا المنظر واحنا جايين من ثم من الكياس. تفرج الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بناء جامع كبير عملاق ضخم ضخم ضخم. ما نعرفش كان ندخل من غادي ممنوع ولا مش ممنوع، خاطر فما مجرفات وواحد وكل. بسم الله ما شاء الله. خلنا سألتهم نجم نصور ولا، قالوا لي بالطبع وتنجم تدخل. بسم الله ما شاء الله. قاعدة تبنى، نعاود لكم احنا في ألمانيا في ليمبورغ. اللهم صلي على النبي، راهو مزيان مزيان صدقوني. ما بسم الله ما شاء الله، ما أحلاه ما أحلاه ما أحلاه ما أحلاه. والله ما حبيتش نفوت عليكم فرصة هذه، شو معناتها فورمة كيف ما القدس، ما أحلاه. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. مرتي والله وراتني قالت لي تفرج شو يبنوا في جامع، قلت لها دور 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 نشوف من هنا. اللهم صلي على النبي، شوفوا ما أحلاه. قالت نجم تدخل، أما أنا والله ما نحبش نعطلهم، ما نحب نقلق حتى حد، بارك الله فيهم كي خلوني نصور. طيارة هذه معناتها مزيان. بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله نصليو فيه، ان شاء الله باذن الله نصليو فيه هذا، باذن الله باذن الله باذن الله نصليو فيه. محلاه 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 بيت ربي. بسم الله ما شاء الله، شي يعمل كيف شي يعمل كيف شي يعمل كيف. اللهم صلي على النبي، شوفوا محلاه وكل بالنار وكذا واحد وكل، شي يعمل كيف، شيء مزيان برشا برشا برشا. سلام سلام عليكم. سلام هون تاك سلام. فهمت ما حبش قلق الناس تخدم على ارواحهم ترفات وكذا وكل ريسك، فهمتني. هلور لا حابة جسم، انا حنفهمش الفرصة هذه. بناء جامع، بناء جامع في ليمبورغ 2020 فيفري. اسمع زيد والله، النشر الدين راهو ما يجيش بالسلاح وبالقوة وبالهمجية، فهمت، يجي بالسلم وبالمحبة. سلام سلام عليكم. سلام كل يخدموا فيه مسلمين، شيء مفرح شيء مفرح، شيء يعمل كيف. باه شاشي بحذاك بنتي. سو نتمنى اني عجبتكم الحكايه هذه. الى اللقاء في فيديو جديد، باي باي، نحبكم برشا، تشيس، السلام عليكم ورحمه الله.